السلام عليكم، أتمنى الجميع بخير. طبعا هنحكي في موضوع sensitive and necessary، من الطرق اللي بستخدمها مع الطلبة. طبعا بنستخدم طرق كتيرة تساعدهم في حفظ الكلمات، ومن الطرق المهمة أيضا اللي هو الكولوكيشنز. الكولوكيشنز اللي هو عبارة إذا ذكر الشيء ذكر مثيله أو ذكر نقيضه إلى آخره. فعندنا عبارات كتير جدا، وأنا طبعا بتلخبط فيهم كنت، لكن وجدت طريقة بإذن الله تساعد الجميع أنه يحفظها، اللي هو الكفاءة والفعالية. الكفاءة والفعالية proficiency and efficiency. proficiency efficiency إذا حفظناهم مع بعض proficiency efficiency فمش هنتلخبط فيهم بإذن الله. الكفاءة والفعالية proficiency efficiency. طبعا عندنا أيضا مصطلحين شبيهين اللي هو sufficiency sufficiency and deficiency sufficiency and deficiency. sufficiency اللي هو الكمية الجيدة من الشيء، الكمية المتوفرة بشكل إيجابي من الشيء، والdeficiency اللي هو النقص في الشيء أو النقص في مادة معينة أو شيء معين. أتمنى أنه يكون مفيد لكم وللجميع بإذن الله، والسلام عليكم.